طبعا الاتحاد الفرعي سلوك قميص منظم بطولة باسم الشهيد عمر المختار، وطبعا لنا فترة مستعدين للبطولة، خاشين في معسكر داخل نادي المجاهد، وعندنا رياضيين طبعا ان شاء الله يلموا فترة يتمر وبدلين مجهود، بدلين مجهود في التمرين، وحاليا تو قاعدين في اخر لمسات قبل البطولة، وان شاء الله متأملين فيهم خير.